the Senate that looks behind every artist, every project to see, you know, what was the political message. أظن أن هذه المحاضرة مع تجربة ناجحة في المجال الإبداعي والثقافي محاضرة يعني في الصميم ومهمة جدا، ولا سيما أن في النموذج التنموي الجديد وفي خطاب جلالة الملك دعا إلى الاهتمام بكل ما ليس مادي، يعني بالتراث لا مادي، وأعتقد بأنه الاقتصاد والإبداع والفن وحتى الرياضة يعني مهمة بالنسبة للمجتمع، ولكن أيضا ممكن أن تخلق قيمة مضافة كبيرة جدا من حيث المساهمة في النمو، من حيث المساهمة في خلق فرص الشغل. ونحن كما لاحظنا في هذه المحاضرة أن مدينة واحدة الآن تنتج في المجال الإبداعي والثقافي ما يقارب من 70 مليار أورو، يعني فبونز أكثر من ذلك بكثير، بمعنى 60% من فقط في لندن، هذه يعني 60% من الدخل يعني من الانتاج الوطني المغربي. ولذلك انا اعتقد بان هذا شيء مهم ويجب ان ينتبه اليه وان يستثمر في الجانب الابداعي وفي الجانب الثقافي. طبعا هذا دور الحكومه الدوله، لكن دور ايضا الجماعات المحليه. ليس بالضروره مطلوب ان تكون هناك بنايات مكلفه جدا. اعتقد ممكن ان يكون هذا في المدارس، ان يكون في الجامعات، ان يكون في اماكن متواضعه، ان يكون في دور الشباب، ان تصبح الثقافه وان يصبح الفن وان تصبح الرياضه الان سائده في المجتمع في كافه المرافق، وهذا سيؤدي إلى نتائج مهمة جدا بالنسبة لبلادنا، طبعا ليس فقط في الجانب الاقتصادي ولكن أيضا حتى في الجانب الصحي، حتى في الجانب توازن المجتمع، حتى في جانب أن ينشغل بالمجتمع بهذه الأمور، هذا بدل أن يكون هناك فراغ، والفراغ دائما قاتل مع الأسف الشديد.